مساء الخير حبايبنا المشاهدين، وحياكم الله. مستشفى السلام يرحب بكم برنامجكم نبي سلامتك، معي زميلي وصديقي دكتور أحمد كروف، استشاري طب الأسنان وأمراض اللثة. دكتور أحمد شلونك؟ الله يحفظك، حياك الله دكتورة، يا أهلا مرحبا فيك وأيضا بالسادة المشاهدين. اليوم موضوعنا مميز ويهم شريحة كبيرة من المشاهدين، موضوع الجيوب الأنفية. يمكن الناس تطلق الترم هذا، المصطلح هذا، جزافا، ان انا عندي جيوب، يمكن ما تدري هي بالفعل عندها جيوب ولا لا. معنا دكتور مروان القناعي، اختصاصي جراحه الانف والاذن والحنجره. دكتور مروان حياك الله. الله يحييك دكتوره، وسعيد بتواجدي معاكم ومع دكتور احمد. حياك الله دكتور. نبدي بالتعريف، شنو معنات الجيوب؟ طبعا الجيوب كلنا عندنا جيوب انفيه، انزين، هي عباره عن غرف مليئه بالهواء موجوده في الجمجمه بشكل عام، خصوصا وفي يعني اكثر من لوكيشن او مكان موجوده في الجمجمه. ولكن مصطلح الجيوب يعني دارج جدا عند الناس، لما يقول فيني جيوب فيني جيوب، قصد منهم ان عندي التهابات جيوب الانفيه. التهابات جيوب الانفيه تنقسم الى عده اقسام. في التهابات الجيوب الانفيه الحاده وهنالك المزمنه. طبعا اعراض الجيوب الانفيه تختلف من شخص الى اخر، ولكن بشكل عام هي طبعا يكون في الم او ثقل في منطقه ما بين العين والراس، يكون في انسداد بالانف، افرازات من الانف، في بعض الاشخاص يكون عندهم ضعف في حاسه الشم. انت واجهت هذه الاعراض مجتمعه او احداها او اثنين منهم، دائما يكون هناك تشخيص بالتهاب الجيوب الانفيه. طبعا اذا كان هناك حاد، قد يكون عند المريض حراره، افرازات تكون ملونه بعض الشيء، والالم يكون اشد من التهاب الجيوب المزمن. دكتور، نقدر نربطها بالحساسيه الموسميه، مشاكل الجيوب بشكل عام؟ طبعا هم ان هناك مرض شائع هي حساسيه الانف. لازم شويه نفرق ما بين التهابات الجيوب وحساسيه الانف. ونعم في اوفرلاب بينهم، وفي كثير من المرضى يعانون من الاثنين مع بعض، وفي علاجات معينه لهم. ولكن حساسيه الانف عباره عن اكثر تكون انسداد بالانف، حكه، العين تدمع، تكون موسميه مع تغير الجو. في بعض المرضى يعانون منها لوجود مثلا حيوانات معينه، او اذا سافروا دوله معينه يتحسسون من حساسيه الانف. شنو اعراضها؟ مثل ما قلت، انسداد بالانف، حكه، افرازات، قد لا تكون ملونه، قد تكون مثل على شكل ماء ينزل. فهذه انه الأكثر الحساسية الأنف. بس صح كلامك، هنالك مثل أوفرلاب أو تشابه في الأعراض. دكتور، الإنسان شو ممكن يفرق بين صداع الجيوب الأنفية وصداع عامة؟ طبعا مثل ما قلت، أنا ذكرت بالأعراض هو أكثر يكون ثقل، ألم في منطقة الوي، ويكون صداع أمامي وتصاحب أعراض اللي ذكرتها، مثل انسداد بالأنف، الفرازات الملونة، ضعف في حاسة الشم، حرارة، مثل هذه الأعراض المصاحبة لصداع الجيوب الأنفية. بس مثل ما انت عارفه دكتوره، طبعا هنالك يعني امور كثيره واسباب كثيره للصداع، منها الاسباب اللي تتعلق بالصداع بالاعصاب نفسها. نعم. بالمخ، في مستوى السكر اذا انخفض يسبب صداع، ضغط الدم، امراض الشرايين. نعم. هذه كلها مسببات ايضا للصداع اللي لازم احنا نهتم لها بعد، وضروري جدا عند المراجعه او مراجعه الاختصاصي المختص في الطوارئ او في المستوصف، لما نروح له نقول له فينا صداع، نذكر له بالضبط الاعراض المصاحبه بحيث التشخيص يكون دقيق. نعم.
لان اتذكر لما كنا قاعد نرتب نجهز حق هالحلقه تواصلت مع حضرتك وقلت لك اذا ممكن نتكلم عن الصداع والجيوب الانفيه في رمضان، فقلت انه ماكو علاقه علميه بينهم. سؤال جدا مهم. نعم. شنو يحدث اثناء فتره الصيام؟ نعم. يكون معظم الناس خصوصا بدايات رمضان يعانون من الاثار الانسحابيه للكافيين على سبيل المثال، انخفاض في مستوى السكر، في ناس ما يشربون ماء كافي الليل اللي قبلها فتحسين في جفاف، ضغط الدم ينخفض، فهذه يكون اسباب شائعه للصداع في رمضان مو مثل الجيوب الانفيه. فليش انا قلت انه لازم التشخيص يكون صحيح؟ لان تروحين لو تقولين فيني صداع جيوب وما تعالجين المشكله الاساسيه، انت اهملتي شيء مهم قد يكون بحاجه الى علاج أولي. فعشان كذي لازم نعرف الفرق ما بين نوعين من الصداع. دكتور مروان، سؤالي لك والسادة المشاهدين هذا ودائما تردد عند وفي حالة استخدام البخاخات، هل هذه تفطر تكسر الصيام؟ أولا لازم ننبه أن التزام بالأدوية والبخاخات والقسول عند خصوصا عند مرضى الجيوب الأنفية المزمنة اللي أجروا عمليات مهم جدا، حيث الأعراض ما ترد والمرض ما يرد مرة ثانية. نعم. ولكن نظريا نتكلم احنا الحين، إذا كان هناك أي بخاخ عن طريق الأنف هناك مجرى مشترك الأنف مع البلعوم، ففي احتمالية أن البخاخ نفسه يتسرب إلى الحنجرة ويتم بلعه، وذلك الأفضل أن احنا نستخدم القسول البخاخات قبل السحور وبعد الفطور. نعم. دكتور أحمد، أنا أتوقع أكو علاقة وثيقة بين شغل الدكتور وحضرتك استشاري. نعم. أمراض اللثة والأسنان. فدكتور شنو العلاقة بين الجيوب وأمراض اللثة؟ ممتاز، سؤال جدا مهم. في حالات مو قليلة الأمانة قاعد نشوفها بكثرة خصوصا بالفترة الأخيرة، التهابات الأسنان العلوية في ملاصقة وفي قريبة جدا من الجيب الفكي اللي فوق أو تحت العين. نعم. فوق الأسنان العلوية، وحين حدوث أي التهاب أو خراج في أحد الأسنان يتم نقله أو انتقاله إلى الجيوب الأنفية، ولما يحدث هذا الشيء المريض دائما يعاني من شنو؟ من ألم الجيوب أو أعراض التهاب الجيوب الحادة. نعم. والمسبب الرئيسي يكون من الأسنان. نعم. فلما يجي لنا أي مريض يعاني من هذه الأمور ضروري جدا احنا نشوف الاسنان، نراقبها، ناخذ راي طبيب الاسنان معانا بحيث نستثني سبب الاسنان. نعم. كمسبب رئيسي للجيوب الانفيه. وايضا علاقه عكسيه دكتور، يعني في ساعات مثلا نبي نسوي زراعه الاسنان وتكون هناك يعني الجيب يكون نازل، عظم قليل، في هذه الحالات يكون عنده التهاب، الرده حق دكتور الجيوب الانفيه، اختصاص الجيوب الانفيه، على اساس اذا كان هناك اي التهابات يتم حلها ومن ثم يرجع لنا مرة ثانية ونجري هذه العمليات اللي هي رفع الجيوب. صحيح. وفي بعض المرضى يحتاجون إلى إجراء عملية جراحية في الجيوب الأنفية قبل لا يبلش هو علاج الأسنان أو ساينس ليفت سيرجري عند أطباء الأسنان. نعم. دكتور، ناس اللي سووا عمليات قبل رمضان مباشرة، هل موضوع الصيام ممكن يأثر عليهم عكسا؟ دائما الريكفري أو الشفاء من عمليات الأنف تكون سريعة. نعم. وما تطول فترة طويلة، وهذا شيء إيجابي جدا. ولكن احنا نلتزم بالأدوية، أكثر شيء يؤذيهم الأدوية. طبعا إذا كنت أجريته في رمضان قد يكون هناك إفرازات من الأنف تؤذي بعض الشيء أو يحس في شعور غير مريح، فالأفضل أن نستهم من استخدام العلاج وقت المسموح به، يعني أثناء الإفطار أو بعد الإفطار وقبل السحور، والأدوية طبعا ناخذها بشكل منتظم راح تخفف جدا أعراض الآثار العملية على الصائمين. نعم. دكتور، احنا خلال حلقات برنامج نبي سلامتك حاولنا نربط أعضاء الجسم ببعض بوجود حضرتك وزملائك، يعني ما قصروا، وكانت النصيحة المتكررة الحركة في رمضان، ضرورة الحركة في رمضان. أنا مدركة الناس اللي بسوي عمليات أنف يمكن الحركة بالنسبة لهم تكون شوية صعبة من بعد الريكفري، شنو تنصح حضرتك؟ هو مو بس الحركة، هم الالتزام بنظام غذائي جيد. عشان ما يأثر على فترة الصيام. نعم. الحركة مهمة جدا. نعم. احنا ما في أي مانع أنه بعد أي عمليات الأنف أن الشخص يمشي أو أنه
يسوي رياضه خفيفه جدا انزين خصوصا الفتره الاولى ما بعد الاجراء العمليه، بس بعدها فتره قليله جدا يقدر يمارس حياته طبيعيه خصوصا في عمليات الانف. ولكن انا بودي انوه انه لازم احنا نركز على موضوع السوائل اللي نشربها بشكل كافي، عدم الاكثار من اي ان الاكل العالي بالدهون والسكريات كاي نصيحه من اي طبيب اخر. فهذه كلها راح تساعد فتره الصيام ان الشخص خصوصا لمرضى الانف والجيوب الانفيه ان هم تخف عندهم الاعراض، واللي مسوين عمليات قريبه تكون عندهم اعراضهم اقل. بدنا نسال بعد صح؟ اي بصراحه في اسئله كثيره ولكن يعني يمكن داهمنا الوقت. دكتور مروان كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمه. أعزائي المشاهدين كل الشكر لكم على متابعتكم لهذا البرنامج نبي سلامتك وحياكم الله.